فيه مؤسسات كبرى ذات صحة مالية، يعني عندها القدرات المالية اللي تسمح لها أنها تسير مع الأزمة ولو مطولا. فيه بعض المؤسسات الأخرى اللي كان عندها قدرات تسمح لها تشد ربما 4 شهور 5 شهور 6 شهور ولا أكثر، وفيه مؤسسات أخرى اللي ما كانش قادرة تشد شهر، وكاين قطاعات انضرت أكثر من أخرى. على سبيل المثال نتكلم على قطاع السياحة، قطاع النقل، قطاع الأشغال العمومية، السكن، البناء. هادو كانوا قطاعات انضروا كثير ويشغلوا عدد مهم كذلك من اليد العاملة. في جانب منصب العمل الحمد لله نقدر نقول أننا في القطاع المنظم وصلنا للهدف، ما ضيعناش منصب العمل، نقدر نقول أن حققنا هذا الهدف اللي سعينا من أجله جميعا. جانب آخر، جانب أجور، فيه وفيه. كي ندير مقارنة نقول مقارنة على العدد، نلقى بلي أكبر عدد تقاضى الأجور تاعو بطريقة عادية، لكن فيه عدد آخر وهو أقلية، لكن حتى ولو يبقى عامل واحد يعني الإشكال يبقى قائم، ما قدرش يوصل الأجور. وهنا نوصل لصحة المؤسسة، قلنا فيه مؤسسة صغرى ما عندهاش قدرات مالية ما قدرتش دير. كاين بعض الأحيان تلقى 3 أشهر 4 أشهر حتى 4 أشهر ما تقدرش الأجور تاعهم. في حوار دائم مع المؤسسات المعنية، مسيرين المؤسسات المعنية، الوزارات المعنية، قلنا أن ضرورة أن تساهم معنا البنك، خاصة نشوف مؤسسة تعمل مع بنك عندها بنك، تساهم معنا البنك باش يدير قروض لتسمح لهذه المؤسسة أنها تتعامل مع الواجب تاعها، واجب دفع الأجور. في نفس الوقت ندير يعني جدولة لهذه القروض حسب مداخيل لي بريفيزيون، حسب مداخيل فيتور تاع هذه المؤسسة. يعني هذا أهم إجراء اللي درناه باش نتعامل مع دفع الأجور. اليوم كي نقدم مساعدة إلى من؟ شكون هو؟ شكون هذه المؤسسة اللي راهي؟ وشنو هذا النشاط اللي راهي القطاع المنظم؟ وشكون أهله اللي نساعدهم؟ يعني نقول هذه الإحصائيات صعب جدا على الكل. قلت لك على سبيل المثال كي نتكلم على قطاع النقل، نشوف جا هذا الإجراء ويقول له تجيب لي لا ديكلاراسيون تاع عامين الكازنوس. حنا قلنا ديجا راه قطاع غير منظم، علاه نطلب منه عامين؟ ما راهش منظم. طلب منه اليوم اسيدي، روح دير لا ديكلاراسيون تاعك اليوم وروح تدي المنحه تاعك. من جهه ساعدناه كمواطن باش نخفوا عليه العبء، ومن جهه اخرى ساهمنا في تقليص تاع القطاع الغير منظم وندخلوا للقطاع المنظم باش نرتكز عليه غدا، لاننا اليوم في ضروره لاعاده النظر في السياسه الاقتصاديه للبلد. نشاط النقل بين الولايات، كل طرق النقلة، نتكلم على طائرات، نتكلم على عن طريق السيارات الجماعية كلها، الحافلات واسمهم لي بوس، نتكلم على كل نشاطات النقل. احنا من المطالبين تاع ضرورة فتح هذا النقل بين الولايات. إذن احنا نظن ان فيه ضرورة الان لإعادة فتح هذا النشاط عبر الولايات. إذن احنا في صدد تحضير رسالة النقل بين الولايات. احنا في صدد تحضير رسالة نوجهها لسيادة الوزير الأول باش أولا نعطيه الواقع تاع هذا القطاع بنظرتنا احنا كعمال، كيفاش رانا ننظر لهذا الأمر، ونطلب منه إعادة النظر في هذه الإجراءات باش نحرر قطاع النقل بين الولايات. درسنا أولا إعادة بعث النشاط، يعني كانت بعد 6 شهور من الوباء لقينا أننا فيه نوع من اختناق الجانب الاقتصادي، وما كناش قادرين نقدروا نكملوا بهذا النمط تاع غلق جميع النشاطات ونكملها هكذاك، لأن حتى الإجراءات تاعنا ما تعودش عندها فعالية بعد مدة معينة. درسنا
جانب جديد ألا وهو فتح بعض النشاطات بالحفاظ على الإجراءات الصحية، لأن قلنا أن صحة المواطن أسمى من كل شيء. عاونا شفنا القطاعات كيفاش نعودوا تدريجيا نولي النشاطات، والحمد لله اليوم مازلنا في هذا النمط، باسكو مازال ما وصلناش اننا نحل كل النشاطات بطريقه يعني بصفه 100%، لكن نقدر نقول اننا فتنا 50% في النشاطات عاودت ولات للعمل تاعها. قلت ان الكل ضيع شيء، الحكومه ضيعت مداخل وزادت نفقات، مؤسسات ضيعت مداخل وزادت النفقات، والعمال كذلك ضيعوا مداخل. كي نوزن لي بوري لي كونتر نلقى اننا الهدف الاسمى الا وهو منصب العمل والاجر حققناه، ولو حتى بعض فئه قليله ما تلقاش الاجور، ورانا في عمل من اجل يعني وجود الحلول. لكن الأهم والأسمى هو هذا، هو فيه عمال وصلتنا شكاوي ضيعوا العطل تاعهم، لكن الهدف الرئيسي هو هذا، هو